الاتصال اليوم اللي صار بين السيد مسعود والسيد مقتدى الصدر هو اعطى حافزا قويا اولا للائتلاف الثلاثي، ثانيا للجمهور الائتلاف الثلاثي، ثالثا خفض من فعاليه ومستوى محاوله الجهات الاخرى التي تسعى انشاء تحالف اخر بتقليل او محاوله تفتيت هذا التحالف، لانه بعد قرار المحكمه الاتحاديه ظهر كلام هنا وهناك بان قرار المحكمه سيلقي باثاره على الاطار التنسيقي، بمعنى لو ان التيار الصدري ايد هذا القرار فان التحالف الكردستاني او البارتي سينسحب، او هناك من قال ان الضغط من الاطار التنسيقي على يعني على شركاء التيار الصدري سيجعل شركاء التيار الصدري ينسحبوا او يتعاملوا معاملة أخرى، أو يجبر التيار الصدري على إعادة لم البيت الشيعي أو السماح لائتلاف القانون بالاشتراك في هذه الحكومة.